العشرة ليلا هنا من الحياة فام. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. نائب المواطن يضرم النار في جسده. وزير الصحة قريبا سيتم بعث الوكالة الوطنية للدواء. الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين توكل المكتب التنفيذي تحديد الأشكال النضالية التصعيدية الملائمة. الاثنين القادم مفتتح شهر رجب 44 و400 ألف هجرية. وسلطات بوركينا فاسو تطالب من القوات الفرنسية بشكل رسمي مغادرة أراضيها. إلى تفاصيل النشرة، حيث أقدم مساء اليوم السبت 21 من جانفي في الجاري أحد المواطنين في مدينة نابل على إضرام النار في جسده، وقد قامت وحدات الأمن بتدخل لإطفائه قبل أن يتم نقله للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة الضرورية من طرف وحدات الحماية المدنية. هنأ وزير الصحة علي مرابط خلال زيارته التي أداها اليوم السبت إلى ولاية المنستير الإطار الطبي والصحي بالمستشفى الجامعي فاطمة مرجيبة بالمنستير بعد إجراء عملية نوعية ومعقدة لاستئصال ورم من الكبد لفتاة تبلغ من العمر 6 سنوات، وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية هي الأولى من نوعها في تونس، أمنها الفريق الطبي والصحي لقسم جراحة الأطفال. كما أضاف الوزير بأن الوزارة تعمل على دعم وتثمين العديد من الاختصاصات في زراعة الأعضاء في عديد الجهات. وأضاف وزير الصحة علي مرابط أنه قريبا سيتم بعث الوكالة الوطنية للدواء. أوكلت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة اليوم السبت بمدينة الحمامات الجنوبية للمكتب التنفيذي الوطني ومجمع الوظيفة العمومية تحديد الأشكال النضالية التصعيدية الملائمة التي ستتخذها دفاعا عن مطالبها، وذلك وفق ما ذكره عضو الجامعة العامة للبلديين عبد الجبار بطيب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأشار المصدر ذاته إلى أن إمكانية إقرار الإضراب كشكل نضالي للدفاع عن مطالب القطاع، لافتا إلى أن الهيكل النقابي المركزية ستصدر خلال الأسبوع القادم اللائحة التي ستحدد الشكل النضالي الذي ستتخذه الجامعة العامة للبلديين لنيل مطالبها. وأبرز المصدر ذاته بأن الهيئة الإدارية التي انعقدت برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي تأتي بعد تنفيذ الجامعة العامة للبلديين لإضرابين قطاعيين ومواصلة رئاسة الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام والتنصل من تنفيذ الاتفاق الممضي يوم 6 فيفري الماضي وإصداره بالرائد الرسمية. وأضاف بأن هذا الاتفاق يتضمن 3 مطالب أساسية تتمثل في إصدار النظام الأساسي الخاص بالبلديين وإعادة توظيف العمل والأعوان حسب الشهادة العلمية والمنحة المخصوصة، وبين بأن أشغال الهيئة تناولت كذلك جملة من المسائل والمطالب العالقة منها تسوية وضعية أعوان الحضارة العاملين بالبلديات والمراجعة الفورية لمجلة الجامعات المحلية ومراجعة المدونة المهنية وإصدار الأمر الخاص بالكتاب العامين وتنظيم سلك الشرطة البيئية وتحديد مهامهم. أكد مفتي الجمهورية التونسية مساء اليوم السبت بأن مفتتح شهر رجب 44 و400 ألف هجري هو يوم الاثنين 23 من جانفي الجاري، وأضاف بأن يوم الغد الأحد 22 من جانفي 23 و2000 هو تمام 30 من شهر جمادى الثانية 44 و400 ألف هجرية. خصص الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي مساعدات عينية بقيمة 4 مليون دينار لفائدة 15 ألف عائلة من العائلات المعوزة والفقيرة في 24 ولاية، لا سيما في المناطق الريفية والجبلية والأحياء الشعبية التي تعيش حاليا على وقع موجة من البرد. وقال منير الحاجي مدير عام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الاتحاد انطلق منذ شهر ديسمبر الماضي في توزيع تلك المساعدات العينية في إطار برنامجه السنوي لمساعدة العائلة الفقيرة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وتتمثل هذه المساعدات التي يتواصل توزيعها في إطار هذا البرنامج في 300 طن من المواد الغذائية و15 ألف قارورة من الزيت و300 قطعة ملابس و30 ألف زوج حذاء و30 ألف غطاء صوفي و4 ألف حشية، وفق ما أفاد به منير الحاجية. وفي العالم، أفادت وسائل إعلام عالمية بأن سلطات بوركينا فاسو طالبت من القوات الفرنسية بشكل رسمي اليوم السبت مغادرة أراضيها. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. نائب المواطن يضرم النار في جسده.
وزير الصحة يؤكد بأنه قريبا سيتم بعث الوكالة الوطنية للدواء. الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين توكل للمكتب التنفيذي تحديد الأشكال النضالية التصعيدية الملائمة. الاثنين القادم مفتتح شهر رجب. وسلطات بوركينا فاسو تطالب من القوات الفرنسية بشكل رسمي مغادرة أراضيها. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة، إلى اللقاء.